هذا وشكى عدد من أبناء محافظة المهرة غياب الرقابة الحكومية على التجار من قبل الجهات المعنية، داعين الحكومة لوضع حلول للحد من تفاقم صعوبات الحياة المعيشية التي يمر بها المواطنون خلال عيد الأضحى المبارك. الغلاء زايد على المتصور وزايد على المتوقع، والناس ظروفها صعبة والناس تعبانة من كل الاتجاهات، بس مش من الغلاء الملابس وبس، من الغلاء حتى من غلاء المعيشة، البترول، الاكل، كل شيء فوق 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 ما تصور، كل شيء نار يعني. بس نتمنى يعني من السلطه ومن الجهات المعنيه انهم يحاولوا انه ينزلوا المحلات ويرتبوا الاسعار ويضبطوا الامور. نسبه الاسعار في نبت المهره بالزياده بالمره يعني، يعني الناس صار الصباح السعودي بكل ما جاء ارتفاع اسعار اكثر واكثر، يوصل ال 1000 بدال 260. بعض الناس الله عالم بحالهم ما عندهم شيء، لا رواتب لا هذا لا كسوة حق عياله، يشوفوا نظرة بس يروح السوق ويرجع يرجع البيت. ليش؟ من كثرة سبة الغلاء. يعني نتمنى يكون يعني الأوضاع تكون تتحسن أكثر وأكثر. أني من غنى الأسعار مرة 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 مرة، والناشد الحكومة والحكومة الشرعية والرئيس أن يتدخلوا في هذا الوضع، لأن رجل راتبه 60,000 أو مواطن أو كادح أو كادح يعني شاقي بيده، كم بيكسي عياله هو بيشتري أضحية، هو كم بيكون؟ نحن عندنا في المهرة أنا ناس يعانوا من القلق المعيشة والأسعار خاصة الأسواق، وبعدين الناس ما في عندهم شغل، عند الناس يستأمنوا إلا على البحر، والبحر ذي المرة الموج ورياح وعواصف دارية، ونطلب من السلطة المحلية وحكومة أن تهتم بالمواطن خاصة أبناء محافظة المهرة وأبناء المحافظات المحررة. حنا في المهرة هنا أسعار بصراحة غالية وكل شيء غالي، وهذا بصراحة ما كيف، وين الشعب؟ وين الحكومة؟ وين أصحاب المهرة؟ هذا الحكومة الفاسدة هذه. الحكومة هذه مقفية ولا هي دارية مننا حاجة، ولا هي شاعرة إن أبو شعب يمني قدامي. يقولوا أنهم يعالجون الاقتصاد، يعني كلما عالجوه ترتفع 10,000، كلما يقولوا بنعالجه ترتفع 10,000، يعني جرح ما تعالج هذا. لانه الاسعار هنا غاليه والعمله اصبحت هابطه، الحوالات غاليه، كل شيء غالي، اصبح المواطن محاصر يعني بحرب من كل مكان، سواء من ناحيه العمله او من ناحيه الحوالات. ولهذا يجب على السلطات ان تتعاون مع الناس المحتاجين الذين يحتاجون الى دعم والى مساعده والى مسانده. ارتفاع سعر الملابس والمواد الغذائيه والله كله بسعر الصرف. الصرف ارتفع والمؤجر يرفع والحوالات يعني على المياس 67,000، ال1000 نشتري ب 265 263 ونحوله لصنعه يصل 158. والله الاسعار هذه العيد الاضحى زياده مره جنون، بجنونيه مره، تلقى الفوطه من 25 وفي العام اللي قبله من 15، والان كذا 25، تلقى الشميس كذا من 15، يعني العملة أصبحت منهارة.